نعود مرة أخرى إلى هذا الخبر الأبرز، حيث أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني أن الأجهزة الأمنية تحقق في قيام قوات الاحتلال بعملية إنزال بحري في البترول. ينضم إلينا سيادة الوزير علي حمية وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، بعد التحية لك معالي الوزير. نتحدث حول عملية الإنزال للقوات البحرية الإسرائيلية واختطافها لمواطن لبناني، ترى هل تكشفت هوية هذا المواطن المختطف؟ أول شيء سعد مساكم مثل المشاهدين الكرام. بطبيعة الحال نحن منأكد على عملية اختطاف المواطن عماد أمهز. عماد أمهز هناك معهد العلوم البحرية يقع في منطقة البترون، ومعهد تابع لوزارة الأشغال العامة والنقل، ولكن إدارته من قبل القطاع الخاص. عماد أنجز أول دورة قبطان بحري في 20/1/2022، وبطبيعة الحال نعرف نحن بحاجة القباطنة البحريين لعملية دورات مستمرة. الدورة الثانية سجل ب 30 أيلول 2024، ومثل ما شفتوا بالفيديو تم اختطاف عماد من مقر إقامته اللي بتبعد تقريبا أقل من 100 متر عن المعهد العلوم البحري. لا لكن سيادة الوزير، في هذا الفيديو يعني قوة الإنزال التي اختطفت هذا المواطن قوة إسرائيلية كبيرة، إذا يعني هل هي عملية استخباراتية موسعة وتدل على أهمية هذا المختطف أو هذا المواطن بأنه فيما يسمى يعتبر صيدا ثمينا وبالتالي تم اختطافه؟ نحن بالنسبة لنا هناك أجهزة أمنية بمعزل عن الفيديو، بمعزل عن الأشكال الموجودة، لكن هناك أجهزة أمنية لبنانية معنية منذ الفجر وهي على الأرض موجودة تقوم بالتحقيقات اللازمة، وتم بطبيعة الحال بمتابعة مع دولة رئيس الحكومة السيد نجيب ميقاتي، مع الجيش اللبناني، قوى أمن الداخلي، الأجهزة المعنية في لبنان. وبطبيعة الحال حتى الآن الأمور الأمنية بانتظار دولة رئيس مياتي، وبطبيعة الحال دولة رئيس مياتي رئيس الحكومة بتواصل مع وزير الخارجية اللي هو بدور وزير الخارجية عم يتواصل مع المفيد، لأنه يعني بتعرف يعني بده يكون في مثل هيك شيء مشتاق، يعني قراءة مشتركة لحتى تقدر الأجهزة الأمنية ويبنى على شيء مقتضاه تحدد هل هو إنزال أم لا. بطبيعة الحال أنا بتشوف فيديو، مش أنا اللي بقول إنزال أم لا، بطبيعة الحال أنا بنتظر تقرير من الأجهزة اللبنانية المختصة تخبرنا هل هو إنزال أم لا، وبطبيعة الحال الأجهزة الأمنية المختصة وقيادة الجيش ووزارة الداخلية ورئاسة الحكومة سوف يتم التواصل مع اليونيفيل لحتى بالأخير تتجمع كل المؤشرات ويبنى على شيء من قطباه من قبل الحكومة. طيب هنا معالي الوزير علي، يعني هذه العملية التي جاءت في هذا الفيديو المتداول والتي قيل أن عملية إنزال بحري تمت في هذه المنطقة بهذه القوة الإسرائيلية الخاصة وعددها كبير كما قلنا معالي الوزير، هل ترى أن هناك أيضا من ساعد هذه القوة الإسرائيلية في حتى تقديم معلومات لاختطاف هذا المواطن اللبناني برأيك، مع أن هذه العملية مركبة قوة إنزال أو قوة إسرائيلية وهناك أيضا قوة أخرى على الأرض يمكن أن تساعد في تقديم معلومات لمعرفة هذا المختطف برأيك؟ طبيعة الحال هوية الخاطف يبنى عليها الكثير، لكن أنا لست جهة أمنية معنية مختصة بهذا المجال لأعطي أي تصريح وينسب للحكومة اللبنانية. فلننتظر تقرير الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى أن تصل إلى رئاسة الحكومة اللبنانية ويبنى على الشيء مقتضاه. فالصبر صبر ساعة ساعتين ثلاثة ببين مع الأجهزة الأمنية كامل الموضوع، وبالتالي على أساسه تتخذ الإجراءات من قبل رئاسة الحكومة، من قبل وزارة الخارجية فيما هو لمصلحة لبنان، وهو والمعيار الأساس هو سيادتنا على بلدنا، وهل الخرق وصل إلى البترون